نعم، أعلنت وزارة الداخلية ضبط 9 مقيمين خالفوا قرار حظر التجول الجزئي في منطقة الفروانية مساء أمس، حيث جاري إحالة المخالفين إلى إدارة الإبعاد لاستكمال إجراءات ترحيلهم. وشددت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية على أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع أي شخص لا يلتزم بالقرار الصادر بشأن حظر التجول الجزئي في البلاد. ومن جهة أخرى، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تتضمن مخالفة بعض المقيمين قرار حظر التجول الجزئي غير صحيحة، مؤكدة أن هذه المقاطع قديمة وتم دبلجتها لإثارة حالة من البلبلة وعدم الاستقرار، مضيفة أنه جاري التحري من قبل الأمن الجنائي بإدارة الجرائم الإلكترونية عن هوية من قام بنشر هذه المقاطع والعمل على ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.